احنا كنحرصوا كما هو الشأن مع كل المقاومين واعضاء جيش التحرير والوطنيين المؤيدين للعمل الوطني على اننا نعمل على اطلاق الاسم على الاماكن العموميه في الجهه ديال الدار البيضاء السطات، غادي نشوفهم على العائله ان كان ذلك يكون في الدار البيضاء وطبيعه الحال حتى برشيد ولا سعيد باقليم السطات، ونعمل كذلك الى جانب هذه الالتفاته ديال اطلاق اسمه على احدى الاماكن العلميه، يكون كذلك اطلاق اسمه على مؤسسات علميه وتربويه اللي ان شاء الله نعملوا على اختيارها وعلى اتفاق عليها مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي تكون الاطر العلمي اطار اتفاقيه للتعاون الشراكه اللي كتربطنا به.